السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن عبادة من أعظم العبادات. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه البخاري والإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. بل إن الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وقد ورد أيضا في حديث آخر فيه ضعف أن الدعاء مخ العبادة، والدعاء له صلة برمضان، فإن الله تعالى قال في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء إخوتي في الله قسمان: دعاء ثناء ودعاء المسألة. فدعاء الثناء هو الذكر، والله تعالى قال في دعاء الثناء: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومعنى هذا أن دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعائهم الحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالتهليل هذا هو من دعاء الثناء، هو من دعاء الثناء، وهو أرقى أنواع الدعاء. ثم يأتي بعد ذلك دعاء المسألة، والله تعالى يحب دعاء المسألة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فالدعاء إخوتي في الله، دعاء المسألة لا يستغني عنه مسلم، ويحتاجه منذ تكليفه وقبل تكليفه إلى أن ينتهي عمره. لا غنى للإسلام عن ربه، لكن بعض الناس العجز يمنعهم من الدعاء والكسل، ولذلك هم يمشون كما تمشي البهائم، لا يربطون أنفسهم بالله، ولا يطلبون من الله أن يحل أزماتهم، وأن يبارك في مساعيهم، وأن يكفيهم شرور خلقه. هؤلاء الذين يعجزون عن السؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه ابن حبان وصححه الألباني. إذن إخوتي في الله، ما أجمل أن نتدرع بالدعاء، وأن نكثر دعاء ربنا وإنزال حاجتنا به، والتماس ما عنده من الخير،
والله تعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. المؤمن إذا اتصل بخالقه وتواصل معه بدعائه واجتهد أن ينزل حاجاته بربه القادر الكريم، فإنه حينئذ يكون قد سلك الطريق الحق والجادة المستقيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. لماذا؟ لأن الدعاء سبب في الرحمة. فالمؤمن إذا اهتم بالدعاء وأنزل حاجاته بربه فإن الله تعالى لا يخذله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث دعاني. رواه مسلم. والدعاء له أوقات مستحبة وهي جديرة بالإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني جدير أن تدركوا إجابة الله تعالى. والمهم في الدعاء الإلحاح وأن لا يستعجل، فإن الله تعالى يستجيب لعبده ما لم يقل يستعجل، يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. وكما أن الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة، فكذلك في الليل ساعة في آخر الليل لا يصادفها عبد مسلم إلا ويدعو فيها إلا وقد أدرك الله تعالى دعاءه بالاستجابة. ولكن ينبغي لنا أن نذكر إخواننا أن الاستجابة على أربعة أنواع. المؤمن إذا دعا أو المؤمنة إذا دعا ربه أن يحقق له شيئا فالإجابة على أربعة أنواع. النوع الأول أن يحقق الله له طلبه، أو هذا النوع الثاني أن الله تعالى يصرف طلبه في خير مما طلبه ويعطيه أحسن مما دعا به. الحالة الثالثة أن يصرف الله عن الشر أعظم مما طلبه. الرابعة أن يدخر الله تعالى الإجابة عنده إلى وقت الحاجة، فإذا كان وقت الحاجة استجاب الله تعالى له ذلك الدعاء، وهذا أنفع له، هذا أنفع له. ولا ننسى ونحن نتحدث عن الدعاء أن نذكر بدعاء الإنسان لإخوانه الأموات والأحياء، فإن هذا يبلغهم بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أو ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك: ولك بمثل ذلك. يعني أنت تدعو لأخيك والملك يدعو لك، ودعاء الملك أحرى بالإجابة من دعائك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا قليلاً.